كان صيام الأمم السابقة له أشكال وأنواع، وألطف يعني ألطف شيء في هذا يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا قائما في الشمس، واقف على رجليه وفي الشمس، فتعجب، واقف كده في الشمس وساكت شد ضحكته، فقال، وشوف اللغة العربية، ما هذا؟ فقالوا هذا يا رسول الله إسرائيل. وما إسرائيل؟ يعني إسرائيل ماله؟ قالوا هذا رجل نذر أن يصوم فلا يفطر، وأن يصمت فلا يتكلم، وأن يقف فلا يجلس، وأن يقف في الشمس فلا يستظل. يبقى أربع حاجات، يبقى الصيام عن الجلوس، والصيام عن الكلام، والصيام عن الظل، والصيام المعتاد بتاعنا اللي هو عن الأكل والشرب، أو كما قالوا عن الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. فالمهم الحاصل معانا دلوقتي انه صيام الامم السابقة، ما هو كله ده جاي من السابق، حتى اللي حصل في الهند ده جاي من السابق. فبيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كيف كان يكتب على الذين من قبلنا؟ يوه ده كمان اشكال غريبة عجيبة. ازاي؟ قال لك ده في يوم كان للصيام بس مش بالغروب، انما بتشابك النجوم، لما خدوها الجماعه الشيعه وعندهم ما يفطرش بالمغرب، يفطر لما النجوم تتشابك، يعني تظهر النجوم في السماء، يبقى يفطر قبل العشاء بنص ساعه، بيقعد الساعه دي صايم زي ما هو. ففي واحد لغايه ما تتشابك النجوم، وفي واحد بيصوم ويمتنع عن مقاربة زوجته بالليل في مدة الصيام كلها، الشهر كله مثلا أو الفترة كلها كلها ليلة نهار ليلة نهار. وهذا ما كان أولا في الإسلام، ثم نسخ وغير وأصبح لا النهار بس هو لغاية المغرب، وبعد كده يبقى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فربنا بيذكرنا كمان بحاجة، وهو بيقولي كتب عليكم الصيام بمنته علينا الله وبهدايته لنا لأحسن ما يكون للبشرية.